أخبار اليوم. تكلمينا عن قصة العمل وتمت مشاركتك ازاي مع المخرج الكبير طبعا أسف طبعا انا مبسوطه بمشاركتي بالفيلم لانه هلا نحن بمهرجان دبي. الفيلم انا فخوره فيه لانه اول شيء بعالج موضوع الحلال والحرام، بعالج قضيه عدد من الكوبلات اللي بيعالجوا النساء فيها مشاكلهم بالعلاقه، بجربوا انه يظبطوا الوضع من خلال الحلال والحرام. اولا مبسوطه انه هذا الموضوع ما انطرح قبل بالسينما اللبنانيه كلها. ثانيا انه رايح اكيد من بعد دبي على ساندانس فيلم فيستيفال اللي هو بامريكا، وعلى روتردام اللي هو بيوروب، وهذا الشيء يعني ما صاير من قبل. ساندانس الى كثير صعب فيلم عربي يشارك فيه، ففخوره انه نحن كعرب رايحين عليه. وثانيا فخوره انه راح بموضوع كثير حلو اللي حيطرح قضيه المراه والمجتمع الاسلامي والحلال والحرام. مش رايح بفيلم جريء او رايح بفيلم يعني فكاهي او شيء، رايح بفيلم عنده قضيه عربيه انسانيه. درست مسرح بالمعهد العالي للفنون الجامعه اللبنانيه، رجعت عملت ماجستير بلندن كمان بالمسرح والتمثيل والاخراج، رجعت رحت على نيويورك عملت تمثيل للسينما عشان في فرق طبعا. ومن بعدها كنت مقررة أعمل إخراج، فاشتغلت فترة إخراج مزبوط، رجعت قلت لا بدي أعمل بس تمثيل، فاحترت بمرحلة من المراحل أنه مخرجة ولا ممثلة. بعد هيك قررت خلاص يعني تكلنا على النبي مثل ما بقوله خلاص قررت أنه تمثيل. من بعدها إجاني فرص اشتغل بالسينما الإيرانية، كان في فيلم إيراني عم يتصور بلبنان، رحت عملت كاستينج واخذوني، ومن بعدها صاروا يحضروني وربح جوائز فصاروا يطلبوني. ما هي هيك بتصير يعني، بصيروا بشوفوك بعمل بحبوا شغلك بيطلبوك. صار عندي 7 أفلام بايران، بس يعني انه بالنهايه بتحب تمثل بلغتك وببلدك يعني. فالحمد لله طلع شوي شوي السينما والصناعه السينمائيه بلبنان شوي بلشت تتحسن، فرجعت ركزت بلبنان. بصراحه نحن عندنا نوعين من الممثلين بلبنان، في عندنا النوع اللي هو بيطلع من ملك سوري في عندنا نوع اللي بيطلع من ملكه الجمال او الموديل وبتفوت بطريقة التمثيل اللي هو بتكون بطولة مسلسلات أو هلأ عم بفوتوا على الأفلام شوي. وعندك النوع اللي هو مثلي ومثل تقلى شمعون ندى أبو فرحات، الممثلات اللي هن طالعين من المعهد الفنون اللي هو متعلم مسرح وتمثيل وإخراج. فمنحنا بنعمل الأفلام اللي بتجي مهرجانات، رح تشوفينا نحنا الممثلات المحترفين بالسينما، منكون بالسينما دائما بالمهرجانات بأفلام أوقات بس بوكس أوفيس، بس عادة بتشوفينا أكثر بالمهرجانات. الممثلات التانيين ما بفوتوا مهرجان لأنه بكونوا دائما انترتينمنت أكثر يعني. مصر يعني أكيد أي ممثل محترف بحب يروح على مصر. نزلت أول مرة بالشحرورة، أنا يعني كنت أنا أختها صغيرة للشحرورة، كان يمكن هو يعني تعرفت على مخرجين مصرية، كنت بعدني كمان يعني من فترة كان بعدني صغيرة يعني بعدني صغيرة هلأ بس يعني بالخبرة. أنا ما كتير بشتغل دراما، بشتغل سينما أكتر. فكان مع سعد هنداوي بزي الورد، رجعت عملت خطوط حمراء مع أحمد السقا كمان مع أحمد، وللأسف كمان عملت عمل رائع جدا بس اتمنع اللي مع خيري بشارة اللي هو أهل اسكندرية. لما اتمنع زعلت كتير يعني لأنه الشخصية حلوة قوي، بس الحمد لله يعني هلأ أكتر مركز على الأفلام السينما يعني. أبدا أنا بحس رح يكون كتير كتير مرحب فيه، عم بعالج موضوع إنساني أول شيء أكتر من أي شيء تاني، والمجتمع في فكرة كبيرة من المجتمع عم بدوي على هذه الفكرة وعم يحكي عن معاناتها بطريقة كتير جميلة يعني، في احترام لكل شيء فيه. دايما بتشوفي يعني نصوص هيك تسلية انترتينمنت مهضومة، واحد بحب وحدة ويا لطيف يعني مش حيتجوزها ومش عارفة ايه،
بس هيدا عم بعالج موضوع إنساني، موضوع اجتماعي، موضوع امرأة، موضوع حبيت يعني نحن بحاجة لهالأشياء هلأ. دارين أنا شفتك كنت في المؤتمر الصحفي النهاردة بتحكي عن المشهد وبتقولي كنت بتبكي عايزك تكلمينا وتكلمين أكتر عن المشهد ده ومدى حسيته وتعايشك معي. هذا المشهد اللي كنت عم بحكي عنه اليوم هو مشهد لما يعني هو ما بدي أنا أفضح القصة بس مشهد بتتأثر كتير في الشخصية لأنه بتكون حاطة أمال على شيء وما بيحصلش، ففي مشهد كتير درامي بتبكي فيه الشخصية بتنهار. كان هو أنا عم بحكي على أسد فولاتكار المخرج كيف هو بحب أنه يعطيك الإخراج للشخصية زي ما هو شايف، يعني بده إياها تكون عم تحمل القماش أو بتكون وقعت تياب على الأرض وتاخد قطعة من التياب وتبكي عليها كده، وكان بده إياني أحمل التياب وحطهم هون أنا عم ببكي تبينوا عيوني، فكنت بدي أعمل كنترول على الحركة نفس الوقت أعرف وين بدأ أطلع ووقف له إياها للبكي بس نفس الوقت تكون أنا منهارة. فهو يعني صعب بس حلو لأنه ما بيترك لك مجال تعملي مثل ما أنت بدك، ما في حرية، بده إياها بهاي الطريقة بهاي اللحظة تحملي بهاي اللحظة هيدا الشيء وأنت عم تبكي ومنهارة. فحسيته أنه مخرج كتير دقيق على التفصيل الممل. في مخرجين بيتركوك على راحتك تعمل اللي بدك اياه، الشغل مع المخرج اللي هو بالتفصيل الممل صعب بس جميل لانه بكون هو شايف اكثر منك، شايف الشخصيه كيف عم تعمل على الكادر وشايف الفيلم كله قبل ما يصوره. ليه دائما صناعه السينما اللبنانيه او الدراما اللبنانيه متهمه دائما بانها المحاذير او الخطوط الحمراء بتبقى عندها مصاعب تجاوزات المشاهد؟ ليه دائما بيبقى متهم ان لبنان يعني سقف الرقابه عندها شويه؟ في حريه؟ لانه في حريه بصراحه بس هو في حرية مظبوط. لبنان من أول البلاد اللي عطوا حرية الرأي، حرية الصحافة، حرية التعبير الفني. بصراحة نحن من بعد اللي صار عنا يعني نحن بلد بلا رئيس دلوقتي، وانتوا أكيد سمعتوا بقصة الزبالة اللي مش عم بلاقوا لها حل، مؤسسات عم تفرط يعني مش زبطة. كل الفنانين زهقوا من المسؤولين، وحتى صار في عنا انتفاضة اسمها بدنا نحاسب، عايزين نحاسب يعني، وطلعوا الشباب على الطرقات وشفتوا أكيد كل الإعلام حكي كيف صار في قمع على الشباب بدنا نحاسب لأنه في فساد للأسف بلبنان، في سرقة هائلة من كل الزعماء بلبنان، ونحن كلنا يعني طفح الكيل فينا. ما بعتقد في أي فنان بيقول غير هيك وقال الشعب حيكرهه بس ما نحن من الشعب، بس يعني للأسف بلدنا هلأ بلا رئيس، مش عارفين هو رايح فين. الأزمة تبعت السوريين كمان عم تأثر علينا حرام، يعني بلدهم في حرب في مأساة هلأ. بس الشيء الوحيد اللي فيه يقولوا أنه نحن عنا حرية رأي كتير كبيرة، وهلأ أنا فيه أطلع عنا بروجرامات نحن عن يو تي في وعلى LBC بيطلعوا بيتمسخروا بروجرام مثلا بسمات الوطن وقرب التنحال كلهم هول بيطلعوا بيحكوا بس بيتمسخروا وبيتريقوا على المسؤولين. بس صار شيء تغير شيء اجى رئيس حلوا الازمه؟ لا. فنحن اللي شاطرين فيه بلبنان انه نحكي ونقول راينا بس ما فيش حاجه بتتغير. هم يعني شايفه تقبل ابناء بلدك من المطربين والممثلين اللبنانيين، شايفه تقبلهم ازاي؟ يعني مين بتحباه؟ مين شايفه نجح خد خطواته يعني بشكل مؤثر؟ تمثيل وغناء، لان في كتير قوي تمثيل وغناء. يعني تمثيل بحب اكيد تقلى شمعون، بحب جوليا قصار، في كتير كمان رجال مثلا مثل عمار شلق بحب، في يعني في اسامي كتير، انطوان كرباج، رحابني اكيد، فيروز بحبها كتير، جوليا بحبها. هلا ما حقلك الصغار لانه بصيروا رح يزعلوا اذا قلت اسمهم بس الرؤوس الكبيره اكيد انا بحترمها كثير، ماجد الرومي، ولا في كم ممثل، بس انا بصراحه بحب هند صبري، مش حدا من اللبنانيه، لانه بعد ما اخذت فرصه ممثله من اصدقائي الخريجين
اللي هم محترفين يعني بمصر، اللي أخذوا فرص أكتر هن اللي عرضت الأزياء أو ملكة الجمال لحد هلأ. عنا طاقات أفضل بكتير بلبنان، يزعلوا إذا بدهم يزعلوا، أنا بنت مثقفة وعم نحكي من مهرجان سينما فلازم أحكي بهذا المستوى. ما عنا بعد، عنا كتير طاقات كبيرة ومواهب بس ما اكتشفوها بعد بمصر، أخذوا أكتر الجمال إذا بدك، بس نحنا بلبنان ما بنعتبر هون هولي بيمثلونا كممثلات محترفين، ما بيمثلوناش، ترفيهيين أكتر يمكن الشكل أكتر. بس من الأشخاص اللي بحبهم أنا مثلاً أنه أكيد يسرى، بحب كل اللي عشنا نحن على فاتن حمامة، على شادية، على كل المسلين القوية. بس من الجيل الجديد بحب كتير هند صبري لأنها أثبتت حالة، البنت شاطرة كتير. آخر سؤال يا دارين، عشان هو كان عايزين عشان تصوير، مين الفنان المصري نفسك تقفي قدامه؟ بس بدنا نحكي كمان عن منى شلبي مثلا، في كتير كمان يعني مثلت قوية من الشباب. مين بحب؟ صعب السؤال، صعب. من نجوم طبعا عادل امام هرم يعني، اكيد اي حد بيتمنى يوقف حد عادل امام، اكيد اكيد. دارين احنا بنشكرك ونجمه جميله، دايما احنا بنسعد بوجودها في كل مجال. ميرسي. بس انا بدي اقول كلمه، انا كنت اتمنى اوقف حد بوجه احمد زكي بس ما لحقتوش للاسف.